ما هو تعريف الزعيم، الزعيم السياسي وليس شخص؟ الزعيم السياسي هو الشخص الذي يحافظ على أتباعه وشعبيته وقوته رغم خروجه من الحكومة. يعني هناك بعض السياسي قادة سياسيين في العراق أو من يريدون أن يكون قادة أو زعماء، عندما يفقدون منصبهم كوزير أو رئيس برلمان أو عضو برلمان يفقد شعبيته. ولكن هناك زعيمين فقط في العراق تنطبق عليهم هذه التعريفة، وهو الرئيس مسعود بلزاني والسيد مقتدى الصدر. كلاهما إن كانوا في الحكم أو لم يكونوا في الحكم، كانوا في منصب أم لا، لديهم شعبية ثابتة وبالملايين. السيد مسعود برزاني بالنسبة للكرد وحتى بعض العرب، والسيد مقتدى الصدر بالنسبة للشيعة وحتى بعض السنة كذلك. أما رجوع السيد مقتدى الصدر إلى العملية السياسية، أنا لا أعتقد بأي شكل من الأشكال أن السيد مقتدى الصدر سيدخل في تحالف مع الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي يعتبر الند الأكبر له، وهو هناك عداء مخفي وواضح إلى العيان كذلك. ولذلك أنا أعتقد التحالف طبيعيا سيكون مع الزعيم الآخر على الجهة الأخرى، وهو السيد مسعود بلزاني أو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك مع مجموعة زعماء أو ممثلين لا 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 أعتقد يستحقون كلمة زعماء من الجانب السني. ولذلك التحالف الثلاثي هو الأكثر احتمالا والأكثر معقولية سياسيا بالنسبة للسيد مقتدى الصدر. طيب سيد انتفاض، يعني وفق هذه المعطيات، هل تم تجاوز المعوقات التي أذابت أو ربما ساهمت في تفكيك التحالف الثلاثي في 2021؟ يعني ليس التحالف الثلاثي لم يتفكك بسبب مشاكل داخلية داخل التحالف. هناك التزام كبير ومعروف أن السيد مسعود بلزاني، يعني التأثيرات الخارجية. بالضبط، هذا ما تقوله. يعني السيد مسعود بلزاني معروف بصدقه والتزامه بالوعود وعدم حيادة، وموقف السيد مسعود لم يكن بالتدخل بالشأن الشيعي أو تفضيل زعيم على زعيم آخر، بل موقفه واضح أنه يتفق مع الأغلبية أو الشخص الذي يمثل الأغلبية الشيعية، ويتفق مع الشخص الذي يمثل الأغلبية السنية، لا يتفق مع عدة أطراف من الشيعة وعدة أطراف من السنة. ولذلك لم تكن هناك أي مشكلة داخلية، والمشكلة الحقيقية هو التدخل الخارجي، الضغوط الإيرانية التي مورست على السيد مقتدى الصدر، حتى هناك إشاعات وكلام موثوق أو شبه موثوق أن هناك كان حتى تهديد على حياة السيد مقتدى الصدر. ولذلك انفراط التحالف هو أيضا خطوة فيها الكثير من الحكمة من السيد مقتدى الصدر، ومن الصعب أن أقول ذلك، ولكن انسحابه أدى إلى منع الفتنة ولربما اقتتال حتى عسكري شيعي شيعي وإراقة دماء شيعية. ولذلك لم يكن انسحابه أفضل الحلول أو الحل الأفضل، ولكنه أفضل من أي اقتتال شيعي شيعي وهدر دماء شيعية أو دماء عراقية. كيف سيمكن تجاوز هذه المعوقات وفق كل ما ذكرت من معطيات وربما حتى من تأثيرات خارجية؟ أعتقد أحد أهم العوامل التي تعمل لصالح السيد مقتدى في هذا الموضوع أو التحالف الثلاثي اللي أنا أعتبر هو التحالف الأصلح للعراق كمصلحة عراقية، هو ضعف الإطار التنسيقي بسبب تفككه، بسبب قلة إنجازاته، بسبب عدم وضوح السياسة. هناك أطراف في الإطار التنسيقي تمثل الحكومة تقبل بوجود أمريكي بدعوة من الحكومة العراقية، وهناك أطراف تستخدم الصواريخ والمسيرات ضد حتى إبداء الوطن الواحد من الكرد أو ضد دول أخرى. ولذلك هناك عدم وضوح في رؤية الإطار التنسيقي، تفكك في سياساته، فشل كبير في الإنجازات. هذا كله سيعمل لصالح تقليل التأثير الخارجي على التحالف الثلاثي مستقبلا. طيب يعني إعادة الحياة إلى التحالف الثلاثي، كيف سترى بعد ذلك
الإطار التنسيقي، وهل من الممكن أن يستعيد قواه أمام كل هذه التحديات التي يعني تشهدها العملية السياسية، من أولا بروز للسيد محمد الشيع السوداني كقوة ضمن الإطار التنسيقي، ومن بين صقور الإطار وأيضا إعادة إحياء التحالف الثلاثي ما بين الصدر وبارزاني والحلبوسي، والعوامل الخارجية الآن تختلف عن العوامل الخارجية في الماضي. وفق كل هذه التحديات، هل سيصمد الإطار التنسيقي وربما ينتج حكومة جديدة؟ أعتقد من الصعب، خاصة إحنا يجب أن نضع يعني أمام عيوننا ما يحدث في إيران، لأنه يؤثر كثيرا على العراق وعلى المنطقة. وكما قلت هناك أزمة كبيرة في المنطقة وحرب يعني كبيرة في المنطقة. أنا أعتقد مجيء رئيس إيراني لربما أكثر وسطية، ربما أقل تعصبا أو أقل تطرفا، سيلعب دورا في أن يكون هناك استقرار وتحالف أفضل، وربما تقليل التأثيرات والضغوطات على السيد مقتدى الصدر. وضحت الصورة السيد انتفاض قنبر، رئيس منظمة حماية الكرد كيباك، كنت معنا ضيفا كريما من واشنطن، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.